بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما هي أفضل الأعمال التي يمكن للمؤمن أن يقوم بها في العيد؟ طبعا في البداية أحبتي في الله، العيد نحن المسلمون لدينا هو مناسبة للطاعة والعبادة وصلة الرحم وإكرام الآخرين وإكرام الجار وإكرام الأقارب وأعمال البر وإطعام الفقراء. هذا هو العيد بالنسبة للمسلم، على عكس بقية المعتقدات، لديهم العيد للترف واللهو وشرب الخمر وأشياء أخرى. العيد عندنا فيه إعجاز أيها الأحبة، يعني لدينا عيد يأتي بعد عبادة عظيمة هي الصيام، وهو الركن من الأركان الخمسة. الصيام بعد أن ينتهي المؤمن من صيام شهر رمضان، يعني بعد أن ينتهي من عبادة عظيمة جدا، يفرح بالعيد. إذن نحن فرحنا بطاعة الله وليس بمناسبة معينة، ليس بولادة فلان أو بالانتصار في معركة أو بشيء معين مما يعني يتبعه البشر اليوم. نحن نفرح بطاعة الله، برحمة الله. الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيد الأضحى أيضا يأتي بعد عبادة عظيمة هي الوقوف بعرفة، هي الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام كما تعلمون أيها الأحبة. وبالتالي ماذا يحدث في العيد؟ نحن لدينا سنة الأضاحي، والتي يتم فيها صلة الرحم، إطعام الفقير، إطعام البائس المحروم. لدينا الصدقات في العيد كثيرة جدا، ومأمورون أن نتصدق، وبخاصة قبيل العيد في الأيام العشر وفي عيد الأضحى. ولدينا صدقة الفطر في عيد الفطر. طيب، لماذا أراد الله للمؤمن أن يكون احتفاله بطاعة من طاعة الله، ولماذا أراد لنا أن نفرح برحمته؟ هل تعلمون أيها الأحبة لماذا؟ لأن كل فرح بغير رحمة الله هو فرح زائل. يعني أنت عندما تفرح بميلاد فلان، فلان سيموت وستحزن عليه. عندما تفرح بانتصار معين، لابد أن تأتي خسارة بعده. عندما تفرح بتجارة معينة أو برزق معين، لابد أن يكون هناك خسارات بعده. وهكذا كل أنواع الفرح الدنيوية نجدها مرتبطة بأحداث تتبدل وتتغير، بينما الفرح برحمة الله لا ينتهي. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني أنا الآن أفرح بعيد الأضحى، هذا الفرح مسجل عند الله سبحانه وتعالى، وسأجده يوم لقاء الله، سأجده في القبر. أنا الآن في عيد الأضحى طبعا، وكل عام وأنتم بخير. كثير من الناس يظن أن العيد هو مناسبة فقط للفرح والعبث واللهو وأن نذهب إلى المصايف وغير ذلك. لا أخي الحبيب، أنت تستطيع أن تقوم بأعمال البر في أي مكان. اليوم أخي الحبيب، لدينا وسائل التواصل الاجتماعي، واتساب وفيسبوك وكذا إلى آخره. تستطيع أن ترسل رسالة لأصدقائك، لأحبابك، لأقربائك، لأبويك، لأمك إذا كانت بعيدة عنك، تطمئن بها، تدعو لهم، تطمئن على حالهم. هذا نوع من صلة الرحم الذي يزيد في العمر وفي الرزق. صلة الرحم أيها الأحبة تزيد في العمر وفي الرزق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أنا اليوم أريد أن أبحث عن أحب عمل إلى الله، الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ بر الوالدين. طيب، هناك أحسن كلام يمكن أن أتحدث به أنا اليوم، ما هو؟ الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لذلك
أنا أعتبر العيد أيها الأحبة ليس مناسبة فقط للتواصل وصلة الرحم وأعمال البر، لا، يجب أن يكون مناسبة للدعوة إلى الله، لنشر العلم النافع. أنت ما الذي سينفعك بعد الموت؟ أهم عمل ستنتفع به هو الدعوة إلى الله. لماذا؟ انظر أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام لنفرض أنه بقي متعبدا في غار حراء، ثم ذهب إلى زوجته وجلس في بيته يقرأ القرآن ويصلي. بالله عليكم، كم واحد سيستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ لن يستفيد إلا أهل بيته فقط. بينما عندما أرسل هذا النبي داعيا إلى الله، داعيا إلى الله يدعو يوصل الدعوة، كم مليار شخص استفاد منهم؟ فأنت بدلا من أن تجلس في بيتك أو تجعل فقط خيرك تجعله يقتصر على الدائرة القريبة منك أو الضيقة، لا، يجب أن تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله أيها الأحبة هي سر الفلاح يوم القيامة، سر أن تكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالدعوة إلى الله اليوم سهلة جدا، من خلال كما تعلمون يعني خلال هذه المواقع، مواقع التواصل، تستطيع أن تنشر معلومة نافعة، آية قرآنية، تفسير آية، معجزة قرآنية، حديث نبوي، إعجاز نبوي، أن توصل معلومة نافعة لمن يحتاج لها. كثير من الناس اليوم غافلون عن القرآن، غافلون عن تفسير القرآن، غافلون عن معاني هذا الكتاب العظيم. لذلك أخي الحبيب، أنت عندما توصل معلومة من معلومات القرآن لشخص قد يكون في أمريكا، في أوروبا، اليوم الموبايل ضيق المساحات، تستطيع أن ترسل رسائل لكل دول العالم ممن تعرف أو لا تعرف. فأنت عندما توصل هذه المعلومة لأشخاص لا تدري من يهتدي بها. يعني أنا من الأشياء الغريبة التي حدثت معي، أرسل لي ذات يوم شخص رسالة يقول: أنا أتابع الفيديوهات التي ترسلها ولا أرسلها لأحد، أنا أتابعها فقط. وصدف أن كان بجانبه رجل أعمى وهو غير مسلم من ديانة أخرى، فكان يسمع هذه الفيديوهات، والشخص المسلم لا يدري أنه يتأثر، هو كان يجلس ضمن مجموعة فيتابع هذه الفيديوهات، ولكن هذا الأعمى أذنه مع هذه المقاطع. فذات يوم قال له: معقول أن الإسلام فيه كل هذا العلم، فيه اهتمام بالعلم لهذه الدرجة؟ معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل هذه الحقائق العلمية التي تكتشف اليوم؟ والله إن هذا الدين لهو الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، رجل أعمى. طيب أنا هذا الأمر ليس في حسابي، لم أكن أتخيل أن مقطع سيكون في هداية رجل لا يبصر بمجرد أن استمع، وبالمصادفة هو يجلس معه كل فترة فيستمع إلى هذه الفيديوهات، فبعد فترة تشكلت لديه قناعة أن هذا الدين هو الحق. فأنت هذا المقطع الفيديو هذا الذي يصل إليك، إذا أرسلته لغيرك لا تدري لمن يصل، سلسلة هندسية قد يصل إلى آلاف الناس وأنت لا تدري، قد يصل إلى ملحد في بقعة من بقاع الأرض ويكون سببا في هدايته وأنت لا تدري. لذلك النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول يعني عن الدعوة إلى الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من الأشياء الفاخرة في كل عصر اليوم، يعني خير لك من العقارات والسيارات والطائرات والذهب والألماس والفضة، أن يهدي الله بك رجل. لماذا؟ لأن كل الثروات وكنوز الدنيا ستبقى، ستغادر لوحدك، ستغادر بمفردك، وستأخذ معك هذا العمل. فإذا كنت سببا في هداية شخص واحد فقط، سبحان الله،
ربما هذا الشخص يشفع لك يوم القيامة ويكون سببا في دخولك الجنة، ستأخذ كل الحسنات التي سيعملها حتى يموت، سيكون لك مثله من الأجر، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن هذه بشارة نبوية لمن يدعو إلى الله، لمن يحاول أن يهدي الناس. لذلك أخي الحبيب، في هذا العيد المبارك يجب أن نهتم بالدعوة إلى الله، يجب أن نهتم، يعني حاول أن تبحث في قائمة أرقام الموبايل لديك عن شخص محتاج تساعده. والمساعدة اليوم أيها الأحبة أو الصدقة، يعني ليس بالضرورة أن تكون بالمال، المال هو أحد أوجه الصدقة، ولكن الصدقة قد تكون بكلمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. يعني أنت عندما تتحدث كلاما طيبا مع شخص، هذه صدقة لك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت عندما تدخل إلى بيتك وأنت مبتسم، هذا صدقة، كأنك تتصدق على الآخرين. عندما تلاقي الناس بوجه طلق مبتسم، هذه صدقة لك أيضا. والنبي لم يعرف التاريخ شخصا أكثر تبسما من النبي، وأكثر طلاقة، كان لديه طلاقة الوجه صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك أشياء نحن نغفل عنها حقيقة، يمكن أن يكون هذا العيد مناسبة لها، مناسبة لأن نبدأ مشروع التواضع لله. اليوم أخي الحبيب، لاحظ، الكذب كثر، الغرور كثر، حب الدنيا كثر، لأن حب الدنيا يتناقض مع التواضع. دائما التواضع مرتبط بالزهد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في الآخرة يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. بالعكس، الزهد يجب أن يكون في الدنيا وليس في الآخرة. نحن نطمع ونطلب المزيد من الآخرة، أما الزهد يجب أن يكون في الدنيا ليحبنا الله، ونزهد فيما عند الناس لنكسب محبة الناس. إذن أنت إذا أردت أن تكسب محبة الناس، يجب أن تتواضع، أن تزهد بما عندهم، وأن تزهد في هذه الدنيا حتى لو كنت تملك المليارات. الزهد أيها الأحبة هو إحساس داخلي، ليس له علاقة بما تملك. يعني هناك إنسان لا يملك شيء ولكنه طماع، لص، محترف، جشع، يحسد الآخرين وهو لا يملك شيئا، وهذا من أسوأ الأشخاص عند الله، لا ينظر الله إليه. هناك شخص لديه الملايين والمليارات ولكن قلبه زاهد، لا يريد شيئا من هذه الدنيا. هذه الأموال يعتبرها هي مال الله، ويتصدق بها وينفق كما أمره الله، وهو أصلا ليس في دماغه كل هذه الدنيا. لذلك موضوع التواضع أيها الأحبة، كما قال النبي: من تواضع لله رفعه الله. فإذا أردت أن يرفعك الله إلى درجة عالية، عليك أن تتواضع أخي الحبيب. التواضع حتى من باب علم النفس له فوائد كبيرة جدا، أنه يزيد ثقة الآخرين بك، لأن الإنسان بفطرته ينفر من المغرور، المتكبر ينفر الناس منه. صحيح أنهم ينبهرون به ويتهافتون عليه لمصلحة ما، ولكن ضمنيا هو لا يحبه لأنه مغرور متكبر. المتواضع تجد أن حتى في قواعد البرمجة اللغوية العصبية، أن الإنسان الذي يحب أن يصبح غنيا جدا، رجل أعمال غني جدا، فمثل هذا الإنسان حقيقة يجب أن يكون متواضعا. فالتواضع هو طريق للثراء أيضا، طريق لكسب ثقة الناس. إذن أحبتي في الله، أعمال كثيرة يمكن أن تقوم بها في العيد، ولكن أهم شيء أذكركم أن يكون فرحكم برحمة الله تبارك وتعالى، الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل عام وأنتم بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.